الذين يفعلون كثيرا ولظروف خاصة استدعوها في البيت ولازم تيجي، فأنا كنت مأجلة للآخر على مأجل الأسرة كلها للآخر، لكن هنضطر عشان عندها حين معرفش، وأنا بصراحة دعيت عليها وقلت لها عقبال ما نفرح فيكي. فنستمع إلى مها المقدار السودانية الأصل المصرية الهوية والهوى مع مها المختلف. طبعا الكتب بتاعتي كلها برضه نثر وقصه وروايه، فالشعر كل سنه مره كده حلو. وبكتب ماشي، انا هعيد حاجه قلتها المره اللي فاتت صغيره، وبعد كده انا شاطره شويه، كنت ضيفه في صوت العرب برنامج بالعربي مع الشاعر الكبير ياسر قطمش، وكنت بقول حاجه كده زي الاستاذ قال عليها مقامه، فانا هقول جزء شعر وجزء مقامه. عندي جرح ومشي عليه يفيد بين الواح والسريف، عندي مبدا مشيت عليه لحد ما اكتشفت ان اكبر مغفله في التاريخ، انا اللي عرفت اضحك في يوم على نفسي وانا مشاعري قدرت تعميني، واي حزن خدت منه حكمه لاخر العمر تقويني. الجزء ده اللي هو السهل هقول حاجتين، بتخيل ان انا راجل وماسك ورقه وقلم، فبيقول مسكت ورقه وقلم وقررت اكتب عن حياتي، أنا مين وفين اتولدت ويا ترى هيكون فين مماتي، مش فاكر ازاي عشتها ونسيت حتى اهاتي وعيالي ومسؤولية ومشاكل، وست بتقول انها مراتي، أنا حاسس ان زي الأعمى اللي بقى سعادي. هقول حاجة تانية، أنا بحب أركب كل وسائل المواصلات في مشوار واحد، فبطلع الميكروباص بلاقي ست قاعدة، والله عيالي مبهدلاني وجوزي عامل فيا مش عارفة ايه، اقول لها تمام، طيب انت عندك كام عيل؟ تقول لي انا عندي 2، اقول لها انا عندي 4. جوزك مضايق؟ كان جوزك كويس جدا. انت اتعلمت اشتغلت؟ تقول لي لا، اقول لها انا بتعلم واشتغل. المهم ان انا بحب شويه المواقف بتاعت الميكروباص، فكنت عامل قصيده اسمها مستعيره نفسها، بتقول اسمعوا يا بنات الكلام خد وهات، احذروا من بعض الستات، ممكن تلاقيهم اربعينات خمسينات ستينات، ويا ويلكم لو قابلتهم في المواصلات، تقول لك انا زيك بتعاكس، وجمال بيعرضني الاحراجات وتحسسك ان هي فيرجينيا جميله الجمالات، لما تحب تنقي لبس دغري تنقي من ركن البنات، لا تخشي ولا تحط الملح في عين الحصلات، ربنا يكفينا ويكفيكم شرائين بتعقل بعض الستات. نتحرك مع بعض شويه خطوات ننتقل لنوعيه ثانيه من الستات. لا احنا بنقول بعض الستات يا جماعه بعض، ما عملناش. ما انا ممكن بعدين يا جماعه برضه، انا بعقلي دلوقتي ممكن بعدين، معلش. نتحرك مع بعض شويه خطوات من ننتقل لنوعيه ثانيه من الستات، بنات بالغات راشدات وستات من قرايب متزوجات، اللبس محزق وملزق نبذ وخالق في كل الديانات، ادي بالنخل من الفضائيات. طب ازاي بالشكل ده ما فيهوش اي جديه او اعتبارات يطلع لنا جيل متربي صح وعندنا بالشكل ده امهات؟ شكرا. شكرا لعضوة أسرة الصالون.